استاذه منى صباح الورد واهلا بيكي. صباح الخير يا فندم. استاذه منى احكي لنا، انت كنت حاضره الجلسه امبارح، ايه اللي حصل وايه المحاور اللي اتكلمتوا فيها وانطباعك ايه وشايفه الموضوع ده يعني هيرسي على ايه في الاخر؟ الحقيقه الجلسه اللي تمت امبارح كانت بدعوه من لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب، الحقيقه مبادره غير مسبوقه، يعني بنثني على ان هم قرروا ان هم يواجهوا هذه المشكله ويجمعوا الاطراف المعنيه بالقضيه علشان نقدر نناقش الموضوع. كان في واضح انه كان في نيه حقيقيه لطرح الموضوع ومناقشته مناقشه جديه. في كثير من الافكار اللي تم عرضها والاراء اللي تم عرضها اراء تحترم وتوضع في الاعتبار. الشيء اللافت للنظر هو كان الرد اللي جاي من جانب وزاره الزراعه ممثله في كلمه وزير الزراعه او المسؤولين في الهيئه العامه للخدمات البيطريه اللي اتكلموا امبارح. الكلام اللي قاله الوزير بيقول انه الهيئه العامه للخدمات البيطريه لم تعرض عليه الصوره بشكلها الحقيقي، لان هو امبارح كان بيسال المجتمع المدني بيعمل ايه. فاحنا بس نبلغه سياده الوزير، المجتمع المدني من سنه 2000 بيحاول ان هو يتعاون مع الهيئه العامه للخدمات البيطريه لطرح الكثير من سبل التعاون والمشروعات اللي كانت يجب ان تتم من سنه 2000 حتى يومنا هذا، ولم نقابل الا بالرفض التام واصرار متزايد على انه الحل الوحيد والوسيله الوحيده التي يتم استخدامها هي قتل هذه الكائنات بالسم، اللي بفلوس، اللي بيجي من بره مستورد، اللي بيتعمل مناقصات خاصه، اللي كل سنه ميزانيته بتزيد، مع انهم امبارح كانوا بيشتكوا ان الميزانيه قليله، يعني حتى لما كانوا بيتكلموا كلامهم كان موجه في انه زودوا لنا فلوس السم، مش اطرحوا لنا سبل اخرى. مساله تغليب المواطن على الكلب، هو احنا ليه عاملين معادله مين على حساب مين؟ المواطن حقوقه معروفه ومحترمه ومحدش بيزايد عليها، وحق المخلوق في العيشه، وحقنا ان احنا نعيش في بيئه طبيعيه لا يستخدم فيها السموم ولا يستخدم فيها العنف والهمجيه اللي بقت منتشره في الشارع وبتمارس علنا امامنا كل يوم، ده شيء برضه من حقنا. فالمساله مش ان انا بحاول دايما احط الصوره انه بتعرف ان الحيوان بيفكروا في الحيوانات على حساب بني ادمين. لا ومش بس كده، هو في صوره كمان ذهنيه غريبه قوي، ناس متخيله ان اللي بيهتموا بالرفق بالحيوان دول يا عيني مرفهين وعايشين في اللالا لاند ومش حاسين بالبني ادمين، مع ان بالعكس تماما. احنا حاليا اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، وعلى الرغم من ان سياده الوزير امبارح قال لك احنا مش شايفين لكم شغل على الارض، تاني واضح ان محدش بيوصل له الصوره. احنا بنعمل مشروع اخيرا من خلال مجلس امناء الشيخ زايد، الكنيسه بنت الشيخ زايد التابع لهيئه المجتمعات العمرانيه، صحيح، بنطبق فيه النموذج اللي احنا بنقول محتاجين نطبقه في مصر، صح، وهو تعقيم الكلاب وتطعيمها ضد السعار، وضع علامه في ودنها عشان تبقى معروفه. وده حصل بالفعل يا استاذه منى، وانا متابعاه معاكي على الفيسبوك. بتقف لنا بتفتكر ان احنا جايين ناخد الكلاب ناذيها او جايين نموتها او جايين نعمل لها حاجه، هي الناس البسيطه اللي بتعيش في بعض احياء الشيخ زايد، بتنزل لنا من المساكن اللي خاصه بالشباب والمساكن اللي هي خاصه زي المساكن الشعبيه، و في مناطق في الشيخ زايد، قلنا انتوا بتعملوا ايه، واللي يجي يشد الكلب مننا واللي يوقفنا، يعني الناس لسه عندها رحمه برضو. الحقيقه على الرغم من ان احنا ساعه ما ابتدينا الصوره كانت قاتمه جدا بالنسبه لنا، لكن الوضع الحقيقي اللي شفناه على الارض مش معاك، ما فيش شكاوي، في شكاوي بتيجي، لكن طب حتى معظم هذه الشكاوي لما بنروح علشان نشوف المشكله فين وبيحصل كلام مع السكان في المكان، بنلاقي الوضع مختلف او بيحصل تفاهم مختلف للوضع.